إلى عمتي زينب تذكرت وقوفها في مجلس يزيد. أنا ما قدم لي طعام ولا شراب إلا وذكرت والدي الحسين. كان هذا الأمر طابع عام وسائد في شخصية الإمام، دائما وأبدا يذكر مصاب أبيه وما حل على النساء بعد مصرع أبيه. يسأل أحدهم يقول له أي الأمور أعظم عليك، قتل الحسين؟ قال لا. قتل الرضيع؟ قال لا. قال له زين، مصاب الذي حل على شبيبة بني هاشم؟ قال لا. قال له عجل، ما هو الأمر الذي لا تنساه؟ قال شماتة الأعداء. شماتة الأعداء هذا شيء لا يطاق. الإمام شاف مشاهد عظيمة من هؤلاء الشمهات، أطفال يتصدقون على أطفال بني هاشم، يقدمون لهن الجاوز واللوز والتمر والحلوى، رجال يتصفحون السبايا، نساء تصفق وتطبل وتقرع الطبول فرحا لاستقبال قافلة السبايا. والمشهد الأنكى على قلب الإمام لما مرت قافلة السبايا في وسط الشام، هناك مرأة كانت واقفة في روشن لها اسمها أم هجام. هذه المرأة بمجرد أن اقترب منها رأس الحسين على رمح طويل هوت إلى الأرض، أخذت حجرا صكت به جبين الحسين. هذا عظيم، هذا موقف ما ينساه زين العابدين، أمام عينيه شاف هذا الموقف. موقف آخر لما أدخلوا إلى مجلس يزيد وجيء برأس الحسين سلام الله عليه في طشت من ذهب، كانت في يد يزيد مخصرة، فصار ينكث ثنايا الحسين حتى كسر أضراسه وتناثرت أضراس الحسين في الطشت. وويلا ينسى هذه المصائب؟ لا والله ما ينساها. إلى متى بقيت في قلبه؟ تدري إلى متى؟ إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم وهو على فراش الموت يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، يلتفت إلى أولاد أولادي احملوني إلى صحن الدار. ليش يا أبا؟ دنيا شمس حارة وحر المدينة المنورة، انت هنا عندك ظلال مكان زين طيب داخل الدار. قال لا، اخرجوني الى صحن الدار. يخرجوه الى صحن الدار، يضعوه هو بفراشه على صحن الدار، فيلتفت الى اولاده يقول ارفعوا من تحتي الفراش اريد اصافح التراب. ليش يا ابا؟ قال حتى اواسي والدي الحسين، أريد أواسي والدي لأني شفت والدي الحسين على واهجة الرمضة يتقلب وحرارة الشمس تصهره، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا عارين تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. أولاده يبكون حول سريره، هو بعد يبكي لكن بكاؤه على أبيه الحسين. هذا ورأسه في حجر ولده محمد الباقر. قال بني محمد أنت الإمام من بعدي، إن أنا موت فغسلني وكفني ولفني في أثوابي، ثم تقدم وصل علي، ثم ارفعوني على سريري وخذوا بي إلى قبر رسول الله كي يجدد به عهدا وميثاقا، ثم خذوا بجنازتي إلى البقيع حيث موضع قبري هناك بجوار قبر عمي الحسن. هذا وقد عرق جبين إمامكم وانعطف عرنينه، أجال ببصره في من كان في الدار قائلا في أمان الله في دعة الله، الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون. عند ذلك غمض إمامكم عينيه
وأسبل يديه ومد رجليه وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أين الصارخون وإمامه؟ أين المنادون وعليا؟ غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح. غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح. وارتفع من بنت ضجيج الحرم بالنوح وناحت سماوات العلي والقلم واللوح. وسط القبر نصبت له الزهرة عزية وعليا. قام الإمام محمد الباقر في تجهيز والده، وضعه على ساجة المغتسل، جرده عن أثوابه، ظهرت الحقائق في جسد إمامكم، آثار سوداء على ظهره وعلى متونه. ما هذه الآثار يا ابن رسول الله؟ قال هذه آثار سياط القوم التي تلوت على جسده. وما هذه الآثار السوداء على رقبته؟ هذه آثار تلك الجامعة التي وضعت على صدر إمامنا، وهذه آثار تلك المسامير التي كانت توخس جسد الإمام حتى أدمت جسد إمامكم. أيوة علي، غسل وكفن، حنط ولف في أثوابه، ثم تقدم الإمام الباقر وصلى عليه، رفعت الجنازة، أخذوا به إلى جهة قبر رسول الله، طافوا حول القبر، جدد به عهدا وميثاقا، ثم عرجوا به نحو البقيع، شالوا الجنازة للبقيع. شبول واسباع، شال الجنازة للبقيع، شبول واسباع، مرة وبتابوته لمكسورة الأضلاع، سمع ونين أمال بتول باطن القاع، نادي يا خلق الله أن شعب قلبي بزفير، كشفوا لحد عني أبطلع لابني اليوم، قطعوا كبدي مثل كبد بحار الاسمه، وأنا يا شيعة في عزل مذبوح مظلوم، ابكي على اللي بكربلة جثة عفير. آه ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنتي.